السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير يا ربي. اليوم ان شاء الله بغيت نوجد معكم واحد العطاق ديال الليمون، كتجي زوينه، كتجي غزاله تبارك الله. عندي هنايا خديت 4 الكيسان ديال الطحين الفورص، عبرت بهذا الكاس، هذا عبرت 4 منه. نبداو بسم الله. وعندي هنا نص كاس ديال الزبده ذوبتها ونص كاس ديال الزيت نباتيه خلطتهم. بسم الله. ندير واحد الرشه ديال الملح. غادي نبسبس هاد الطحين مع الزبده والزيت. كنبسبسها مزيان حتى كيدخل داك الزيت والزبده في الطحين، مكيبقاش الطحين يبان عندنا. واحد فاني وحده. وخميره ما غاديش نديرها كامله، غندير معلقه وحده. هاي البيض، عندي جوج بيضات، انا غادي ندير وحده ونشوف واش غتجمع لي العجينه. الا ما تجمعاتش ليا غنزيدها الثانيه عادي. بسم الله. نزيد هاد البيضه الثانيه. صافي، ها هي دابا زدت ليها بيضه وحده حيت ما تجمعاتش ليا، زدت واحد البيضه وحده باش جمعتها. دابا غادي ندوز نطلقها ان شاء الله ونديرها في المول. صافي، غندخلها دابا الفران طيب. انا مشعل الفران سخن مزيان، غادي نطفي الفوق وغنخليه غير لتحت حتى طيب، ونشعل على تحمر شويه ورجع لكم ان شاء الله. دابا عندي 3 ليمونات هنا كبار، غادي نعصرهم. هاد الليمون غنصوبي الكريمه ان شاء الله. عندي هنا الليمون ماندارين، هنا منقياه ودايراه في الفريغو. غادي هاد الليمون اللي غنعصر غنزيدو على هاد ماندارين وغنطحن وغنطحنو وغادي ندير معاه النشا وغنطيبو ان شاء الله ونصفيه وغنصوبيه الكريمه. هاي الكريمه وجدات، هاي كيفاش جات. بسم الله.
على طاختها هي وجدات هي كيفاش جات. هي زوقتها بشويه ديال البنان والليمون كيوي. هو كنتمنى تعجبكم وتكون خفيفه على قلوبكم يا ربي. وكنتمنى تجربوا هاد لاطاخت، راه كتجي غزاله. هاي كيفاش جا المنظر ديالها. نقدمها لكم بالصحه والراحه ونقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو في الفيديو جديد ان شاء الله.